فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء تبقى سبع سنوات عندما ما عندهاش مناعة. 2014 ديتها التحاليل اكتشف بلي عندها مرض السرطان في الدم. السرطان عالج مدة عام في ولاية تيرت من بعد تصل بمدينة الجزائر. ندير في التحاليل ندير في الأمور ندير ودخلت لي في العاش مدة شهرين. من بعد خرجت من العاش قالوا لي ما عاد ما نديروها فاطمة سيكونداني مرض مشى لها شوية يعني الله اجتاحنا متقاسمة ثانية أمنية تقرا أمنية تدرس المدرسة. تخيلت هي يعني متقول ليل ونهار النوم ما كانش النوم ما كانش الألم فوق النوم تاعها تعبانة. واليوم عندها عملية ثانية هي وجدت عمود فقري يعني زرعت نخاع الشوكي. العملية تقدم ب 165 مليون سنتيم. ديتها مليون عطاوني فاكتور بي فورما. العملية تتحمل تأخير وجهني داعي كافة الأمة الإسلامية من الوطن خارج الوطن باش يساعدوا هذا الانسان يساعدوها وراه ملائكة. فاطمة مش بالتالي في الجزائر كاملة